إذن ننتقل إلى التعريف بالمجال الحفلات والأعياد. إذن فنحن كمغاربة وكشعب مسلم نحتفل بمجموعة من الأعياد الدينية والوطنية. أما الأعياد الدينية فنذكر منها عيد الفطر، عيد الأضحى، ذكرى المولد النبوي، ذكرى عاشوراء. وأما الأعياد الوطنية فكثيرة، نذكر منها عيد الاستقلال، عيد العرش، ذكرى المسيرة الخضراء. ويعد الاحتفال بهذه الأعياد الوطنية ترسيخا لحب الوطني والتضحية من أجله بالغالي والنفيس. أما الأعياد الدينية فإنها ترسخ مجموعة من المبادئ الدينية، خاصة صلة الرحم. بالإضافة إلى كل هذه الأعياد، اعتدنا الاحتفال بمناسبة أخرى كحفلات الزفاف، الختان، العقيقة، الحفلات المدرسية، عيد الأم وعيد الحب إلى غير ذلك. إذا خلال هذه المناسبات وخلال احتفالاتنا نحرص كبارا وصغارا على الظهور فيها في أجمل حلة، حيث نرتدي الثياب الجميلة والجديدة ونزين بيوتنا والأزقة بمختلف أنواع الزينة، كما نتغنى بمجموعة من أنواع الفولكلور والأهازيج الشعبية التي سنتعرف عليها خلال هذا المجال، كالدقة المراكشية والطقطوقة الجبلية إلى غير ذلك.